مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي ملاعب، حلقة كالعادة نتناول فيها أبرز الأحداث التي شغلت الشارع الرياضي في الأسبوع الماضي، ونخصصها بالكامل هذه المرة للحديث عن كأس الأمم الإفريقية 2017 والمقام حاليا في الجابون. ونتناول فيها المنتخب الجزائري بين تألق المونديال وخيبة الأمل الإفريقية والخروج المبكر. في الفقرة الثانية سنتحدث عن المدربين الأجانب مع المنتخبات الإفريقية، هل هم عباقرة أم مرتزقة؟ وفي الفقرة الأخيرة نلقي نظرة على مستويات المنتخبات العربية المشاركة في هذا الحفل القاري، ومن سيتأهل إلى دور الثمانية. مشاهدينا، أولى فقرات حلقتنا لهذا الأسبوع نخصصها للحديث عن مستوى المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الإفريقية. تعادل مع زيمبابوي في الجولة الأولى وخسارة أمام تونس في الجولة الثانية، وفي هذه الجولة بالتأكيد يتعادل في هذه الأثناء المنتخب الجزائري مع السنغالي بهدف لهدف. أصبح بالتأكيد طريق العودة للجزائر في هذه البطولة صعب للغاية جدا. نشاهد هذه النتائج الآن، السنغال في المركز الأول وتونس في المركز الثاني متفوقة بالتأكيد على زيمبابوي. يأتي المنتخب الجزائري في المركز الثالث ثم زيمبابوي. إذن من المتأهل أو المتأهلان من هذه المجموعة سيكون في المركز الأول المنتخب السنغالي والمنتخب التونسي، والمنتخب الجزائري بالتأكيد سيودع هذه البطولة من الدور الأول. للمزيد ينضم إلينا من دبي الإعلام الرياضي منير رحومة، كما ينضم إلينا من القاهرة نجم المنتخب المصري السابق خالد بيبو. نرحب بكما. نبدأ معك كابتن منير، بالتأكيد يعني وضع المنتخب الجزائري مختلف تماما عما شاهدناه في المونديال والتصفيات، ولكنه دخل هذه البطولة ليس دخل كمرشح ولكنه لم يقدم المستوى المأمول منه. للأسف أحمد، المنتخب الجزائري الذي شرفنا في كأس العالم الأخيرة وكان يعني بالفعل هو حامل راية الكرة العربية على أفضل وجه في البطولة الإفريقية، أعتقد يعني كان خارج النص وبعيدا تماما عن صورة المنتخب القوي المنتخب القادر على المنافسة على الألقاب والبطولات. شهدنا تقريبا يعني شبح للمنتخب الجزائري اللي شهدناه في كأس العالم. للأمانة يعني المنتخب الجزائري للثاني بطولة على التوالي بالنسبة لكأس الأمم الإفريقية يعني يخذل الجماهير ويظهر بمستوى أقل من المنتظر. في البطولة الماضية خرج من الدور ربع النهائي أي الدور الثاني للبطولة، وهو طبعا أقل من طموحات الجماهير الجزائرية والعربية، خاصة عطفا على المستوى الذي قدمه في كأس العالم والمباريات البطولية التي يعني شرفنا بها للأمانة. فأعتقد أن هذه الدورة جاءت لتؤكد المشاكل التي يعيشها المنتخب الجزائري بعد كأس العالم، وبعد بالتحديد التخلي عن المدرب وحيد خليلوزيتش والمشاكل الفنية التي برزت بعد رحيل هذا المدرب. هناك فراغ تام على المستوى الفني، عدم قدرة اللاعبين على تقديم نفس المستوى والحفاظ على الأداء الذي ظهروا به في كأس العالم. أعتقد النجومية أحمد التي شاهدناها وبرزت وتألقت في الملاعب الأوروبية ووصلت إلى يعني الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب على مستوى القارة الإفريقية، أعتقد يعني لم تكن موجودة في كأس الأمم الإفريقية، كانت غائبة تماما. شاهدنا أشباح لنجوم تألقوا في السابق، لكن المنتخب الجزائري مر بجانب الحدث، وأعتقد يعني خروج يعني صعب ويعني من الصعب هضمه بالنسبة للجماهير الجزائرية. طيب كابتن خالد، يعني سأبدأ من نهاية حديث الكابتن منير عندما تحدث أن عدم الاستقرار الفني، يعني كان المنتخب الجزائري يسير بخطة ثابتة مع خليلوزيتش، تم التغيير وكانت النتائج جيدة نوعا ما أو ممتازة حتى كما شاهدناها في كأس العالم. هل التغير أو تغيير أو عدم الاستقرار في الجهاز الفني هو أحد الأسباب أم أنه السبب الرئيسي فيما يحصل مع الخضر؟
أنا شايف إن هو سبب من الأسباب الرئيسية للحالة اللي بيواجهها دلوقتي المنتخب الجزائري، عدم استقرار الأجهزة الفنية بالنسبة للمنتخب الجزائري بعد ما كان عندك مدير فني فاهم جدا لعيبة وقدروا يشتغلوا على طريقة اللعب اللي تريحهم، وقدر نشوف كمان مجموعة من النجوم بارزين جدا في المنتخب الجزائري. من الواضح إن المدير الفني الحالي غير قادر على السيطرة على مجموعة من اللاعبين، وده واضح جدا على أدائهم في فردية بشكل كبير جدا في الناحية الهجومية، ومن ناحية كمان سلبية جدا، واضح جدا عدم القدرة على سيطرة على اللاعبين، وده مؤثر جدا على أداء المنتخب الجزائري. وإذا كنا بنتكلم على مفاجأة في البطولة، هو أداء المنتخب الجزائري الغير مرضي لأي حد متابع جيد للمنتخب الجزائري. منتخب كان قوي، منتخب عنيد، منتخب عنده إمكانيات مميزة جدا، عنده أهداف الدوري الإنجليزي، عنده مجموعة من اللاعبين مميزين ومؤثرين، إنما تشوفهم زي ما قال زميلنا وصديقنا ان مجموعه من الاشباح، مجموعه من اسماء موجوده في الملعب بدون اي اداء جماعي، وده سبب رئيسي ان الفرديه كانت مسيطره على جميع اداء لاعبي الجزائر، عشان كده ما شفناهمش بالصوره اللي احنا طالبينها واللي احنا عايزينها. طبعا ارجع الى كده، طبعا موضوع المشاكل الكتيره قوي، تغيير الاجهزه الفنيه، الكلام الكتير جدا على المنتخب الجزائري، الحاله النفسيه اللي داخلين بيها البطوله. فاذا كنا بنتكلم على مفاجاه في البطوله هو المنتخب الجزائري، بس من الناحيه السلبيه لو اتكلمنا عن مشاكل، في مشاكل كتيره كمان، اخطاء غير طبيعيه من حراسه المرمى مش متعودين عليها، دايما كان حراس المرمى في المنتخب الجزائري قوية جدا. بتتكلم على كمان الأخطاء الدفاعية والتمركز، ما بنشوفش المنتخب الجزائري بالحالة الدفاعية دي. فطبعا أنا زي ما بقول لك المنتخب الجزائري البطولة دي لا حدث ولا حرج من الناحية السلبية، وده يرجع على عدم السيطرة المدير الفني على مجموعة من النجوم اللي عندنا. جميل يا كابتن منير، عندما نتحدث عن كما تحدث الكابتن خالد بيبو عن نجوم متواجدين في أوروبا، مستويات مميزة كأسماء منفردة، ولكن عندما نجمعهم تحت مظلة المنتخب الجزائري نرى تشتت تام، حتى بعض الأقاويل من هنا وهناك أن هناك مشاكل حتى في غرف الملابس. هل الاحتراف يعني ألقى بظلاله على المنتخب الجزائري؟ لم يكن ذو فائدة كما توقعنا؟ هل كانت الأمور سلبية من هذه الناحية؟ صحيح أحمد، يعني تقريبا مشكلة المنتخبات العربية في القارة الإفريقية بالتحديد، يعني كل ما يعني زاد العدد بالنسبة للاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية كل ما خف أداء المنتخبات العربية وتراجع المستوى. شاهدنا المنتخب المغربي يعني مثال على يعني تقريبا أغلب اللاعبين القائمة الموجودة بالنسبة للمنتخب المغربي يعني نفس الشيء يلعبون في أوروبا، والمنتخب المغربي لسنوات طويلة وهو بعيد عن مستواه، بعيد عن العطاء الذي عودنا به أيام النجوم طبعا الكرة الذهبية المغربية. المنتخب الجزائري اليوم شاهدناه في كأس العالم، يعني لما كانوا هؤلاء المجموعة من اللاعبين مغمورين، يعني ليسوا بنجوم، كيف يعني صنع التاريخ وحقق إنجاز يعني تاريخي بالنسبة للكرة الجزائرية في كأس العالم. لكن اليوم أحمد بعد وصول اللاعبين إلى النجومية والشهرة العالمية، أعتقد أنه التركيز وال يعني التفكير في الدوريات الأوروبية والتزام الفرق، وللأمانة أحمد نعلم جيدا أن اللاعب العربي لما يحترف في الدوريات الأوروبية وخاصة الإفريقي يعني هناك الكثير من الضغوطات التي تمارس عليه بالنسبة للأندية الكبرى لعدم المشاركة أولا في البطولات الإفريقية أو للاعتذار والعودة بأسرع وقت ممكن من هذه البطولة، خاصة أن الاتحاد الإفريقي يعني أصر على إقامة البطولة كل سنتين، وهو أمر يعني مرهق بالنسبة للأندية الأوروبية التي يعني تملك لاعبين مميزين وتصرف الملايين من أجل هؤلاء اللاعبين. فأعتقد يعني هناك عدم تركيز، هناك حالة من التشتت الذهني بالنسبة للاعبين المحترفين في أوروبا بين التزاماتهم مع فرقهم، وخاصة أن الدوريات يعني اليوم متواصلة في أوروبا، وبين هذه البطولة الإفريقية وبين واقع الكرة الإفريقية، لا ننسى الأمر هذا
احمد انه الكره الافريقيه يعني نتكلم على قاره متخلفه للامانه، ملاعب يعني صعب اللعب عليها، ملاعب يعني لا يوجد فيها ابسط الامكانيات لممارسه كره القدم، وعلى اللاعب العربي المحترف في اوروبا والذي يعني يعيش اعلى مستويات الاحتراف ان يتاقلم مع هذا الواقع الصعب في القاره السمراء وان يؤدي. فاعتقد هناك معادله يعني صعبه جدا لم تنجح المنتخبات العربيه في يعني حلها، وهو ان اللاعب الاوروبي عندما ياتي الى افريقيا ياتي بعقليه اللاعب الاوروبي، لذلك يفشل في البروز، بينما اللاعب المحلي الذي ينشط داخل القاره الافريقيه وفي المنتخبات في الدوريات العربيه يعني يحافظ على الاداء المتزن. طيب كابتن منير، يعني هل تتحدث، اسف على المقاطعه، هل تتحدث هنا ان من المفضل في البطوله الافريقيه ان يتم استقطاب اللاعبين المحليين المتواجدين في القاره الافريقيه؟ هي للأسف أحمد يعني الاتحاد الأفريقي أجبر الفرق على التعامل مع هذا الوضع الصعب، لأن إقامة بطولة قارية في حجم قارة أفريقيا أحمد وبهذا الزخم الكبير من النجوم أن تقام كل سنتين أمر صعب. شاهدنا المنتخب المصري في آخر ثلاث دورات لا يتأهل إلى هذه البطولة، بينما لما كان يعني الجيل الذهبي للكرة المصرية يعني من أبرز لاعبين الدوري المحلي شاهدنا أنه يحتكر هذه البطولة لثلاث دورات متتالية. فأعتقد اليوم يعني هناك مفهوم أن البطولة الإفريقية أعتقد أصبحت هي تأدية واجب بالنسبة للنجوم الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية، بينما الفرق الأخرى المغمورة يمكن أن تحقق نتائج مفاجئة. شاهدنا الكوت ديفوار أحمد إلى اليوم لم يظهر بمستواه الذي عودنا به، وبالرغم أنه يملك يعني نجوم كبار لم صحيح أي فوز. من الممكن أن يكون هذا أحد الأسباب تواجد لاعبين الوضع متشابه، لاعبين كثر في الملاعب الأوروبية. كابتن خالد، يعني هل تتفق مع كابتن منير بخصوص أن اللاعب المحلي من الممكن أن يعطي أكثر في مثل هذه البطولات، واللاعب الذي يلعب في الملاعب الأوروبية تشبع من كرة القدم وأتى بعقلية مختلفة إلى الملاعب الإفريقية؟ طبعا بيتكلم في نقطة، كابتن منير بيتكلم في نقطة مهمة جدا. زمان كنا بنتكلم على البطولة الأفريقية هي مع عرض، اللاعب بيعرض إمكانياته عشان كل وكلاء اللاعبين وكل الفرق الكبيرة بتبص عليها بشكل مهم جدا وبشكل محترم عشان تاخد من البطولة الأفريقية لعيبة مميزة، وده حصل وده كان بيحصل قبل كده. لعيبة كتير قوي راحت من البطولة الأفريقية، بطولة الأمم الأفريقية، لعيبة كتير قوي احترفوا عن طريقها. بس دلوقتي اللعيبة اللي هم فعلا بالتالي احترفوا خلاص، هم عرضوا زي ما بيقولوا سلعتهم وعرضوا إمكانياتهم وبقوا بيتنقلوا في البطولات الأوروبية، مش محتاجين البطولة الأفريقية عشان يعرضوا تاني نفسهم ويتشافوا. فبقى بيجي البطولة وهو متضرر، بيخسر، بيفوت عليه خمس ست مباريات في الدوري بتاعه، بيخسر مكانه في الفريق بعد ما قعد مجهود كبير جدا عشان ياخد مكان. فبتبقى بالنسبه له، انا بقيت بحس كمان وبتفق 100% مع الكابتن منير، ان بقيت بحس كمان ان اللعيبه ما بتاديش بالشكل المطلوب او الاحساس ان انا عايز ان انا منتخب. احنا شفنا في كمان منتخبات كتير قوي اللعيبه بتاعتها بتطلب فلوس قبل ما تروح البطوله وحصلت مشاكل كتير جدا. انا ما بتكلمش على المنتخبات العربيه والاصاله اللي فيهم، ان هو طبعا بيمثل بلده وبيبقى دايما حريص ان هو يبقى متواجد في المنافسات القويه، انما احنا بنتكلم على ان فعلا ان هو الاهتمام ان هو يطلع 100% اللي عنده عشان ينتقل الى نادي كبير ما بقاش بالاهميه زي زمان، اللي انا بعرض نفسي وان انا جميل. هنا السؤال كابتن خالد، اسف على المقاطعه كويس. اسف على المقاطعه، هنا السؤال فضل. الابرز لك كابتن خالد، يعني كونك لاعب سابق، هل دخول بطوله بهذا الحجم، كونك كمرشح اول لهذه البطوله، كونك افضل فريق او افضل منتخب في افريقيا، كون افضل لاعب لديك وهو رياض محرز هو الافضل في الملاعب الانجليزيه اقوى دوري في العالم وافضل لاعب في القاره نفسها القاره الافريقيه، هل يضع ضغوطات اضافيه على المنتخب ام ان هذا حافز اضافي لتحقيق بطوله او لتقديم مستويات اكبر؟ لا، المفروض ان هو حافز اضافي. ده انا يعني انا
المفروض ان كل الجماهير الجزائريه حاطه امالها على رياض محرز، وعارفه ان انا عندي لعيب مميز وهداف دوري انجليزي ولعيب من اللعيبه المميزه جدا، ولكل الفرق اللي في العالم بتتمنى يكون عندها رياض محرز. ما ينفعش ان انا كمان يبقى منتخب جزائري وكل الشعب الجزائري مستني من رياض اداء ولا اروع من كده، وان هو يبقى مؤثر بالنسبه لفريق الجزائر. فطبعا الحافز كبير، منتخب الجزائر منتخب قوي جدا، عنده مجموعه من اللاعبين اسماء كبيره غير رياض محرز، بس رياض محرز هو زي ما بيقولوا هو النجم الكبير دلوقتي، هو البوصله اللي كل الجماهير وكل العالم بتدور عليه وتتفرج عليه ومستنياه، مستنيه كمان ان هي تتفرج على اداء متميز، وان هو كمان ياخد المنتخب الجزائري في مكان تاني، يحرز بطوله افريقيا، يوصل نهائي كاس عالم. انا عندي لعيب جوه البلد ما بيحترف، وكل الجماهير الجزائريه بتقعد تشجع وتستنى كل المباريات بتاعه رياض محرز مع فريقه في الدوري الانجليزي عشان تطمئن ان هو لما يرجع الجزائر يقدر ان هو ياخد بطوله كبيره ويوصل لمكان كبير. اللعيبه بتاعتك بتحترف عشان تاخد البلد في مكان تاني، مش بتحترف عشان لما يجي عندك بطوله ما يبقاش مؤثرين، ما يبقاش ليهم دور كبير. والدور ده خلي بالك مش دور فني بس، الدور قيادي كمان، ان هو لازم يبقى عنده دور قيادي، ياخد المجموعه من اللاعبين ويبقى عندهم الحافز الاحسن ان انا بعد ما خدت الدوري الانجليزي لازم اخد بطوله افريقيا. ما ينفعش ان انا اروح بطوله افريقيا وانا اخد الدوري الانجليزي ما اوصلش. الفرقه مجموعه من اللاعبين 11 لعيب وثلاثه بيتغيروا ومجموعه كبيره من اللاعبين، انما انا قائد، انما انا اللعيب المؤثر واللعيب النجم. هو اللعيب النجم ايه؟ اللعيب النجم هو اللي بيقدر ياثر في زمايله في التوقيت المناسب، ان انا لما بتزني بلاقيه، ان انا لما عندي مواقف صعبه بلاقيه، لما انا ببقى عندي بطوله كبيره لازم يبقى هو بالنسبه لي التارجت وهو الهدف. ما ينفعش ان انا في بطوله كبيره زي كده وعندي لعيب احسن لعيب في الدوري الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي وبعدين في الاخر اطلع بيه بالدور الاول. فطبعا انا شايف ان الادوار ما كانتش واضحه، المشاكل كانت مسيطره على المنتخب الجزائري من قبل البطوله ومن ساعه التغييرات اللي حصلت كتير، من ساعه المدير الفني الغير قادر على السيطره على مجموعه من اللاعبين، مشاكل في الدفاع، مشاكل في خط النص، مشاكل في الناحيه الهجوميه، والمشاكل الاكبر اللي بانت في الفرديه على لعيبه نادي الجزائر، على لعيبه منتخب الجزائر. وده هيخلي بعد كده اللعيبه بتاعه منتخب الجزائر عندهم مشاكل كتيره قوي مع الجماهير، وبعد كده الثقه في ان انا عندي منتخب قوي يقدر ان هو يحرز بطولات كبيرة بالنسبة للبلد هيبقى الأمور صعبة جدا في الفترة الجاية. جميل، ابقى معنا كابتن خالد وأيضا أنت كابتن منير، ابقى معنا. نذكركم أعزائي المشاهدين بآخر النتائج لهذه الجولة. بالتأكيد المنتخب التونسي متقدم بأربعة أهداف لهدفين على منتخب زيمبابوي، وأيضا المنتخب الجزائري متعادل في هذه الأثناء مع منتخب السنغال. بهذه النتيجة بالتأكيد تؤهل المنتخب العربي التونسي، والمنتخب الجزائري سيودع هذه البطولة من دورها الأول حتى هذه اللحظة بنتائج المباشرة، والسنغال ستتصدر هذه المجموعة بالتأكيد. مشاهدينا بعد الفاصل نواصل فقرات اليوم دائما مع أمم أفريقيا 2017.